إذا كانت إيران منشغلة فعلا بغزة، لماذا صمتت كل هذا الوقت على الرد على مقتل إسماعيل هنية في عقر دارها في إيران؟ ولماذا حتى بالرغم أنه آخر كلام لنعيم قاسم في النائب الأمين العام لحزب الله في المقابلة السابقة في آخر الظهور له هو كأنه فك الارتباط بين الجبهتين، فلماذا تصر إيران على ربطهما؟ إيران كان لديها يعني أولا قضية 7 أكتوبر، هذه جهة ربما تناقش يعني على حدة. الأمر الثاني، منذ 8 أكتوبر كانت إيران تصر على وقف اطلاق النار وعدم توسيع هذا الحرب، وإلى ما وصلت عليه لحد الآن، ودعمت كل الجهود التي كانت تسير باتجاه وقف اطلاق النار. المشكلة أن نتنياهو لم يلتزم بهذه الأمور. حزب الله عندما دخل مساندا لغزة هو الآن أعطى يعني ضحى بأمينه العام وبكبار القادة والوضع في لبنان، وبالتالي عندما كان يساند غزة هو كان صادقا في ذلك وأعطى ضريبة كبيرة. إيران أيضا تعطي ضريبة كبيرة من خلال هذه المواجهة المفتوحة الآن بينه وبين بمن ضحت إيران الإسرائيلي. بمن ضحت إيران دكتور صادقيان؟ إيران ضحت بأمنها، بمستقبلها، بالمفاوضات النووية التي كانت قائمة في سلطنة عمان، وبالتالي هناك الكثير من الأمور. الوضع المربك حاليا، إيران قدمت الكثير من هذا المجال. دعيني أقول بأن مرد ذلك هو النظرة الإيرانية في أمنها القومي. عندما نعم تقول نعم بأن إسرائيل عدو حقيقي لها في المنطقة وأنها تعمل من أجل مواجهة العدو الإسرائيلي، وهي تقول أيضا في تعريفها للأمن القومي والأمن الوطني نعم بأن الكيان الإسرائيلي يقف حائلا دون تقدم هذه المنطقة، وهي تسعى إلى نظام إقليمي رسمي جديد. نعم.